اتحاد طنجة، فهما كانوا اتصلوا بيا. تنظن اتصلوا بيا يوم الأربعاء الماضي، طلبوا مني باش نمشي عندهم يوم الخميس. لا، اتصلوا بيا يوم الخميس، مشيت عندهم يوم الجمعة. يوم الجمعة طلبوا مني باش نمشي عندهم يوم الجمعة باش نجالسهم. مشيت عندهم يوم الجمعة لطنجة وجالس الناس اللي كانوا حاضرين وتكلمنا على الأهداف الرياضية، بقاو الجانب المادي. فقلت لهم الجانب المادي ما يمكنش نتكلم معكم عليه، غيجي السيد اللي مكلف بسميتو. قالوا لي نبغيو يجي يوم السبت. اتصلوا بي ومشى عندهم يوم السبت. وكان كنا غادي نمشيو لطنجة، بقى بعض المسائل اللي كانت ما حصلش فيها توافق. ثم كان اتصال ديال فريق الرجاء في هذيك الاونه، وبطبيعه الحال ما يمكنش ترفض العرض ديال فريق الرجاء. انا اعتذرت للناس ديال طنجه، شكرتهم على ومن هذا المنبر ديالكم تنشكرهم على الثقه ديالهم انهم بادروا باش يتصلوا بيا. ولكن ملي تيجي فريق الرجاء فالاصبع غير فريق الرجاء، وهما تفهموا هذا الشيء. ربما هذا الشيء تيروج، ولكن الناس اللي اتصلوا بي مباشرة تفهموا الموضوع، لأن هضرت معاهم مباشرة وتفهموا الموضوع وقدموا لي التهاني من بعد ما تعاقدت مع فريق الرجاء. تنتمنى لهم حتى هما النجاح، لأنهم عندهم فريق كبير وعندهم جمهور كبير وتنحترمهم. ولكن كان فريق الرجاء بادر، فبالتالي ما يمكنش لي أنني نرفض العرض ديال النادي ديالي. الجمهور كله فرحان، نتمنى ان شاء الله انني ننجح في هذه المهمه هذه مع فريق الرجاء ان شاء الله.